جسر الرويعي أحمد بديع، مواليد 29/12 سنة 1931، بياع باخد 35 جنيه في اليوم في الساعة 8 الصبح، بروح الساعة 5، واحد عاوز ربع كيلو طحينة، عاوز عسل، بقدر اللي أنا بقول لك بدل ما أقعد في البيت. أنا اشتغلت كتير في أشغال كتيرة. اشتغلت أول حاجة وأنا عيل صغير ترزي، ولا أمي شفتها ولا أبويا شفته. معايا 5 بنات إخواتي، الله يسترهم وجوزتهم، ومات منهم 4 فاضل واحدة. ما أقدرش أريح لأن أنا معايا واحدة ستة، وأنا قاعد مع ابني في قلب الشقة، عندي ستة واتنين بنات يبقوا 8، وعندي أحفاد 45، ما أعرفش أسميهم بقى. اللي أعرف اللي أنا بقى يجي واحد عندي ولا حاجة أقول له أنت ابن مين أو أنت بنت مين. عندي عيال أهوت، ما أقدرش أقول لعيلة ما تطلعش من بقه أقول له اديني 5 ساعات، عيب ما رضاش. أنا عاوز أديله، مش هو عشان اللي آخد، أنا آخد منه لا، أنا أديله، بس عشان هو أقول له هات لا، يبقى الواحد أفضل. لما بقعد في البيت بحس ان انا ابقى ممل، ما دام انا بطلع اجيب القرش واكل بيه بالحلال خلاص، مش عاوز حاجه من حد، ولا شحت من حد، ولا استلفت من حد، ولا حد ليه عندي حاجه، ولا انا ليه عند حد حاجه. اعتمد على نفسي وعلى الله، الاول الله وبعدين نفسي، وبقول يا رب ما تموتني الا على اضطراب رجلي دوت في الشارع، ما احتاجش حاجه من حد ولا من عيل ولا من اي حد، ده اللي انا طالبه من ربنا. ومات على فرشي، مش عاوز حاجه من الدنيا خالص، انا خلاص مش عايش اكتر ما عايش، انا عايش 87 سنه الحمد لله على كده. يا حلاوتك يا حلاوتك. شو لك عندهم عقيده، يعني يقول لك ده مثل كنا نسمعه زمان جدا، يقول لك انا نفسي اموت واضطراب السكه في رجلي، يعني لسه ماشي على الشارع مش نايم ولا محتاج لحد ولا في، يعني الراجل الحقيقه ده انا احب جدا انه لو يسمح لنا نصوره في وسط احفاده، ما شاء الله عنده 45 حفيد فمش عارف اسميهم، واحب جدا ان اقعد معاه، يعني اذا كان عنده يعني في امكانيه ان انا اسجل معاه احب جدا، راجل جميل جدا جدا جدا. الناس بتخر مواعظ